أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة على ممين. إن شاء الله تكونوا بخير. في هذا الفيديو باش نجربوا موقع IRTM. أنا كنت تحدثت عليه سابقا وكذلك ذكرت في هذا الفيديو كونا نقدروا نسحبوا ونبدلوا من بنك إلى بنك آخر عبر IRTM. إذن باش نقوموا بتجربة عملية، أنا حسابي في IRTM غير مفعل، باش نحول أموال من IRTM إلى الباير. نكتشفوا أصدقائي الطريقة، وإن شاء الله في فيديوهات قادمة نشرحوا طريقة تفعيل الحساب. كما قاعدين تلاحظوا أصدقائي، هذه أنا كنت فيديو كنت قمت به وباش نجربوا أصدقائي التحويل، وإن شاء الله تلقاو رابط الفيديو اللي أنا كنت أشرحت فيه هذا الموقع كيف نسجل وأمور أخرى كنت أتحدثت عليها في هذا الفيديو. تدخلوا كما قاعدين تلاحظوا أصدقائي، نضغطوا على اسمي باش نلقاو البروفايل غير مفعل، نضغطوا على verification باش نتأكدوا الحساب غير مفعل، لأنه احنا قعدنا مترددين كونه كما قاعدين تلاحظوا your wallet is not verified، قعدنا مترددين كونه كي الحساب يبدأ ماهوش مفعل غير مفعل، ما تقدرش تحول من بنك إلى بنك آخر. على كل كيما قاعدين تلاحظوا أصدقائي، رصيدي ب 6.8. الحقيقة أنا ما عملتش إيداع في الموقع، لكن من رابط الإحالة في صورة ما أي شخص كان سجل من رابط الإحالة الخاص بي وعمل تحويل، أنا ناخو نسبة معينة. في صورة ما أنت ما عندكش أموال في IRTM، عليك تضغط على أد باش تضيف أموال إلى IRTM، بعد ذلك تحولها إلى أي بنك كان. تختاروا البنك على سبيل المثال الباير والبرفكت ماني، الويب ماني، البيتكوين، كل هذه تقدر تعمل بها إيداع للRTM، بعد ذلك تحولها إلى أي بنك إلكتروني، لأنه موقع IRTM تقريب يدعم كل البنوك. كانك ما لقيتش بنك اللي تحب أنت تعمل إيداع به، ما عليك إلا تكتبه في السيرش وتلقاه موجود وإلا لا. الآن باش نقوموا بعملية السحب، نضغطوا على withdraw. أنا كما قاعدين ثلاثة أصدقائي عندي 6.8 في IRTM، باش نختار باير نضغط في هذا المكان ونكتب باير، وهذه يقدم لنا النسبة اللي باش تتقطع من الحساب الخاص بينا، ماهيش نسبة كبيرة كما قاعدين نشاهدوا أصدقائي. هذه كلها تفاصيل باش نقوموا بعملية الإرسال، باش نجربوا 1 دولار على سبيل المثال باش توصلنا 80 سنت. لكن في صورة ما كما قاعدين نشاهدوا أصدقائي، نخليوها 2 دولار على سبيل المثال باش نلقاو المبلغ اللي باش يوصل لنا إلى الباير، واللي هو 1.79، وهذه التفاصيل أصدقائي. اسكرو في 0.20، يعني أي سحب وأي معناتها باش ترسل أموال من IRTM إلى الباير باش تتقطع 0.2 مهما كان المبلغ. لكن بثم اقتطاعات إضافية ب 0.5% بالنسبة ل يعني القيمة اللي انت باش ترسلها. احنا 2 دولار ب 0.5% يعني تقريب 1 سنت. الآن نتوجه إلى الباير أصدقائي، وهذا رصيدي 1.93 دولار. نرجع إلى IRTM باش نقوم بعملية السحب. الآن نضغطوا على continue لأنه بالإنجليزية. بعد ذلك باش نقدموا المعلومات الخاصة بنا والخاصة بالحساب. كما قاعدين تلاحظوا أصدقائي، is the withdraw to any account in your name، يعني باسمك وإلا لا، لصالحك الشخصي وإلا لا. تقدر أنا شخصيا الباير باسمي، لذلك نعمل yes. في صورة ما أنت باش ترسل لأي شخص آخر تعمل no. هذه معلومة أصدقائي. وبالنسبة للإيميل، حتى يكون الايميل اللي عامل به الباير مختلف، خليها هذه، خلي نفس الايميل، ما ثم حتى مشكله. وفي الاكونت نمبر نخليه الاي دي الخاصه بالباير أصدقائي، اللي هو البي وبعده ارقام. ما نعرفش عليه توجه لي الى السيتنج، لكن عموما نرجع الى الصفحه ونضغطوا على الاستمرار. وكما قاعدين نشاهدوا أصدقائي، نضغطوا على سبميت ريكويست باش تتم العملية في ثمانية معدودة. أنا خاطر جربت أصدقائي، نضغطوا على ليتر، وكما قاعدين تلاحظوا أصدقائي الرصيد
تم إرسالهم. كانت عنا 6.8 دولار أصبحت عنا 4.8، ويقول لنا 1.79 باش توصل لك في غضون ساعتين كحد أقصى. لكن أنا يعني انتظرت وقت قصير ووصلت الأرباح باش نشوفوها بالدليل الآن. الحقيقة كنت باش ننتظر ساعتين، لكن قلت خل نشاهد رصيدي في البير هل وصلت لنا في وقت وجيز، بالرغم لأنه ماهيش كومبليتد كما قاعدين نشاهدوا أصدقائي. 1.79 اللي قلنا عليها، نتوجه إلى البير ونشاهد وصلت لنا 1.79 في تقريب في 3 دقائق كحد أقصى. معناتها أنتم بالتجربة الخاصة بك يمكن الطول العملية، لكن أنا شخصيا في 3 دقائق فقط نضغط على الإي دي الخاصة بالترانزكشن، وكما قاعدين نلاحظوا أصدقائي 1.79، وهذه هذه الإي دي وهذا الشخص اللي هو أرسل لي. نشاهدوا الرقم بي 10.52 في نهايته. نرجعوا الى الار تي ام باش نشاهدوا يعني الايدي اللي ارسلت لنا موجوده في هذا المكان بي 10 وفي نهايته 52 بطبيعه الحال، يعني موقع ار تي ام تقدر تعمل به تحويلات وحسابك غير مفعل، لكن من المستحسن كونه يكون مفعل. انا جربت وقدمت لكم تجربتي من ار تي ام الى الباير. اللي يحب يجرب يعني يعمل ايداع في الار تي ام ويحول الى اي بنك الكتروني له ذلك، من ما حاول انك تعمل معناتها مبالغ صغيره، ما تكبرش في المبالغ الى ان معناتها ان تفعل الحساب الخاص بك. وان شاء الله نقدم هذه الطريقه في القناه باش نتاكدوا اصدقائي من العمليه. نشاهدوا النوتيفيكيشن رانز، تقدر تربح نسبه مئويه، تقدروا تروجوا رابط الإحالة الخاص بكم. أي شخص يحب يحول من بنك إلى بنك آخر انصحوا بآر تي ام لأنه من أفضل المواقع وأصدقها، فيها العديد من طرق الإيداع وكذلك من طرق السحب. بايونير، سكريل، نتلر، باير، بيرفكت ماني، عملات رقمية، أي تقريب جل البنوك الإلكترونية كذلك الويسترن يونيون كلها موجودة في الار تي ام. لكن اصدقائي مع الاقتطاعات والفيز مختلفة، تقدر يمكن تكون عالية كما تكون منخفضة. هذا كان شرحنا الموقع ار تي ام، ان شاء الله نتقابله في فيديوهات قادمة تخص العمل لورف الانترنت من قناة عالم امين. اللي عنده استفسار وتساؤل يجي متواصل معنا على الصفحة الرسمية الخاصة بين عالم امين على الفيسبوك وحسابنا على الانستغرام. الى اللقاء.